السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله رحينا الله غادي نصيبو كونفيتور ديال الفريز. غادي نحتاجو ليه كيلو ديال الفريز اللي حيدنا ليه غير الفوقاني ديالو، حامضه اللي نقيناها وقطعناها طريفات صغار، عويدات ديال القرفه، ونص كيلو ديال السكر. في اناء كنديرو الفريز، كنديرو عواد القرفة، الحامض، وكنديرو عليه السكر، وغادي نغطيو عليه ونخليوه ليلة كاملة حتى يطلق كاع داك الماء ديالو الفريز ويذوب السكر. كنديرو الفريز ديالنا اللي كله بيتنا في السكر والقرفة والحامض، كنديرو في جميلة على عافية مهيلة. الكونفيتور ديالنا ملي كيبدا يغلى كيطلع داك الشكوشة بحال هكا. كنبداو نحركوه باش ما يفيتش. الكونفيتور ديالنا هو بدا كيطيب، كنمعسوه باش كاع داك الفريز يدبال، وكنبقاو نحركوه مره مره حتى كتحيد هاد الكشكوشه من الفوق ان شاء الله الى حين الله. الكونفيتور ديالنا ها هو وجد، كيولي على هذا الشكل بحال هكا بهذا اللون الاحمر بحال العقيقه. وكنقول لكم الصحه والراحه.